بقول لك ثلاثة أندال قرروا يسرقوا بنك، الأول دخل يجيب الفلوس والتاني استناه عشان يسرق منه الفلوس، والتالت راح بلغ البوليس. واحد ندل أبوه مات، قالوا له ادي للشيخ 50 جنيه عشان غسل أبوه، قال لهم ليه؟ هو غسل بي ام دبليو. واحد شكله مش قوي كده ومش ولا بد، راح علشان يخطب واحد، قام قعد وابو البنت قرفان منه من منظره، فقال له الشاب انا يا عمي عملت نفسي بنفسي، فرد ابو البنت قال له والله انا بقول كده برضه، مش ممكن تكون دي خلقة ربنا. واحد بلدياتنا اشترى موبايل، قال له اخوه اكتب لي رسالة انت خطك احسن من خطه. ثلاث ديابة طفشين من واحد بلدياتنا وبيجروا وجرى معاهم حمار، قالوا له انت بتجري ليه؟ قال لهم وايه يقنعوا ان انا حمار. بلدياتنا ضرب ابن عمه بالنار، سألوا الشرطة اسمك؟ قال انا مش عايز افتخر بنفسي، سجل فعل خير. واحد غبي راح يعزي وفي العزة تأثر كتير، وهو طالع سأل اهل الميت مش في امل انه يرجع تاني. مرة واحد بيقول انا بردان من الساعة، رد عليه واحد جنبه قال انا حمدان من الجيزة. واحد غبي راح يشتغل سواق تاكسي في الصين، كل ما يأشر له واحد يقول ايه مش انا لسه منزلك من شوية. واحد بلدياتنا اشترك في مسابقة من سيربح المليون، اتصل بصديق وقال له قال له معانا 30 ثانية رايك احذف اجابتين ولا استخدم الجمهور؟ يعني مثلا اخش على طول في الموضوع؟ ولد غبي راح عند البقال وقال له عندك شوكولاتة يا عمو من 4 جنيه؟ قال له البقال اه عندي. قال له طب بكام؟ واحد بلدياتنا عزم صحابه على السطح، ليه؟ علشان اصدقاء سطحيين. واحد بلدياتنا وقع من عمارة 10 ادوار، وصل الارض الناس اتلمت وسألوا في ايه؟ قال لهم مش عارف انا لسه واصل دلوقتي. واحدة وحشة قوي بصت في المراية وقالت حتى المرايات بيغشوها. واحد بلدياتنا راكب اتوبيس جنبه واحدة ست، الست دفعت وقالت السيدة زينة، بلدياتنا دفع وقال ابراهيم عبد الموجود. واحد كيميائي خلف ولد سماه سامي اكسيد الكربون. واحد بلدياتنا وقع في خلاطة الاسمنت، طلع منها يقول يخرب بيت الملاهي. واحد بلدياتنا فتح كوفي شوب في الصين سماه فنجان شاي. واحد راح لشيخ وقال له يا عم الشيخ انا عندي جن في البيت اعمل ايه؟ قال له الشيخ اخلطه بسيفن اب وادعيلي. واحد حرامي غبي قوي دخل على بنك وقال الكل ينبطح الارض، كلهم انبطحوا الا واحد قاعد يضحك يضحك، فقال له الحرامي انت بتضحك ليه؟ قال له لانك حرامي غبي. قال له عرفت ازاي؟ قال له لان ده بنك الدم. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع؟ واحد بلدياتنا كان بياكل بايده الشمال، فابن عمه قال له الشيطان بياكل معاه، راح حاطط له سم في الاكل. واحد لقي صاحبه قاعد مع مراته قام ذبحه، قالت له غبي طريقتك دي هتخسر كل اصحابه. لعيب كوره اتجوز لعيبه كره قدم، خلفوا ولد سموه جول، راح يسجلوه طلع اوفسايد. واحد حب يعمل مفاجاه لمراته في عيد ميلادها طلقها. واحد اتجوز واحدة حولة، قال لها ليه ما بتتكلميش معايا؟ قالت له مكسوفة من اللي جنبك. ظابط مرور مسك واحد غبي راكب عربية، النمرة اللي ورا مش زي النمرة اللي قدام، فبقول له ليه كده؟ قال له طبيعي هو وشك زي قفاك. خروف بيسأل خروف بشوف عدى عليك عيدين ومش ذبحوك ليه؟ قال له اصل مسجل في شهادة الميلاد حمار. واحد مسطول بيسأل واحد مسطول هو البنك فاتح؟ قال له لا غامق. واحد ندل عينوه مدير للجمعيات الخيرية للمعوقين، أول حاجة عملها عمل سباق قفز الحواجز. واحدة كل ما تشوف جوزها تقول له هات لنا مروحة، هات لنا تلاجة، هات لنا غسالة، هات لنا هات لنا هات لنا. قال لها أنت إيه يا شيخة؟ ولا مرة تقولي خد. قالت له خد التلفزيون صلحه. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع؟ واحد بتاع مخلل راح يخطب واحده فخاف يقول لاهلها انه بتاع مخلل فما يرضوش بيه، فابوها بيساله بتشتغل ايه يا ابني؟ قال له انا تاجر قطع خيار. واحده اتصلت بامها وزعلانه وبتعيط، فامها بتسالها بتعيطي ليه؟
قالت لها جوزي بيخني. قالت لها ازاي؟ قالت لها ده بيكذب علي وبيقول له انه بيت بره عند صاحبه محمد. قالت لها طب ما يمكن ما بيكذبش عليك. قالت ازاي ومحمد بيت عنده. واحده بتقول لجوزها اذبح خروفين بمناسبه 25 سنه على جوازنا. قال لها وايه ذنب الخروفين من غلطه ارتكبها حمار. واحد بيقول لمراته السداي ان جارنا بيقول انه خان مراته مع ستات العماره كلهم الا واحده بس. قالت اكيد الوليه الرخمه اللي في الدور الرابع. واحد حرامي دخل على راجل ومراته يسرقهم، قال للست اسمك ايه؟ قالت مديحه. قال لها خلاص مش هقتلك علشان اسمك زي اسم ام. قال للراجل اسمك ايه؟ قال له اسمه فوزي وبيدلعونه بيقولوا لي يا مديحه. بيسالوا واحد بلدياتنا عامل ايه في الصيام في الحر ده؟ قال اسكتوا والله لولا الوضوء كان الواحد مات من العطش. واحد بيقول لمراته انا بحب فتراك جدا جدا. قالت له وانا بحب حسين جدا جدا. قال لها يا ستي ده فتراك دي مربى. قالت له وحسين ده العسل. عريس بيقول لعروسته لازم تعرفي ان كلمتي هنا زي الساعه. بصت له بغضب كده قال لها لا بتقدم ولا بتاخر. مره واحد بلدياتنا شاف الساعه واحده بس. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. بقول لك واحد مصور راح المحكمه فطلبوا منه اي حاجه تثبت ملكيته للبيت، جاب لهم صوره وهو بيشطف في البيت. واحد اسمه نادر اتجوز واحده اسمها نادره، خلفوا ولد مهدد بالانقراض. اتنين محكوم عليهم الاعدام، واحد طيب والتاني ندل. فقال له الطيب قبل ما تموت تحب تعمل ايه؟ تحب تشوف ايه؟ قال احب اشوف امي. فطلبوا من ندل وانت تحب ايه؟ قال احب ما يشوفش امي. مدرس بيقول لطالب ضع كلمه دج في جمله، قال له الطالب دج يا مزيكا. واحد اخرس بلع 10 قروش اتصل 10 دقايق. واحد خاطب واحده وشكله مش قوي، فخطيبته طلبت منه صوره وهو مسافر بره، فبعت لها صوره وكتب عليها عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واحد غبي راح ماتش كوره وقعد جنب شله ناس عمال بتشجع وعمال يقولوا هلا حي والاول جاي، هلا حي والاول جاي، قام الجون الاولاني جه. بعد شويه قالوا هلا حي والتاني جاي، هلا حي والتاني جاي، قام التاني جه. قام قعد قال لهم ايه يا جماعه؟ يا جماعه اسكتوا بقى، اللي شاف الماتش ده قبل كده ما يتكلمش. واحد ابنه المولود مرض، خدوا على الدكتور، فالدكتور قال ابنك شرب لبن منتهي مدة صلاحيته، فرد عليه اه معلش اصل رضع من جدته امبارح. واحدة سمراء قوي لبست فستان احمر وقالت لجوزها دلعني، قال يا فحمة مولعها. بلدياتنا قاعد على البحر شاف واحد عمال بيغرق ويطلع ايده من المية، كل ما يطلع ايده يقول عليكم السلام، كل ما يطلع ايده يقول عليكم السلام. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع؟ واحدة بتقول لجوزها حلمت امبارح انك جبت لي عربية وعلمتني السواق، قال لها طيب كملي نومك يمكن تعملي حادثة. ظابط مسؤول مسك ثلاثة في الشارع وخدهم على الاسم، قال لهم اللي هيقول لي جملة فيها كلمة لا أو آخرها كلمة لا هيروح. الأول قال الشمس تطلع في النهار لكن بالليل لا، قال له روح. الثاني قال له القمر بيطلع بالليل لكن في النهار لا، قال له روح. الثالث قال له تصدق إنك ضابط ابن كلب، قال له ليه؟ قال له عشان روحتهم هما الاثنين وأنا لا. واحد من كتر ما خسر في البورصة تعب وعيه، راح عند الدكتور، قال له الدكتور يا لهوي ضغطك وصل 70، قال له بيع بيع بيع. مدرس بيسأل طالب فافي بيقول له هات لي اسم ثلاث حيوانات بر مائية، قال له ضفدع وأمه وأخته. واحد غبي حلق شنبه ودخل على أهله قال لهم تصوروا والله ما عرفتكم. مسطول بيسأل مسطول زيه الساعة كام؟ قال له معرفش، قال له غريب أنا معايا معرفش إلا 5. بلدياتنا حب يعمل ارهابي خطف ابنه محدش سال عليه ام قتل. واحد مسطول قاعد يحشش مع مرات لغايه ما نسوا نفسهم وفجاه حد خبط عليهم، فقامت المراه وقالت جوزي جوزي، قام الراجل قام وراح نطت من الشباك. واحد بلدياتنا ماشي في الشارع لقي كنز، قال كويس فضل الخريطه. اتنين بلدياتنا بيلعبوا شطرنج، الفيل اتخنق. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. واحد عسكري بلدياتنا في الخدمه لقى قرد في الشارع واداه للظابط بتاعه، قال له يا باشا انا لقيت القرد ده في الشارع، قال له روح وديه على حديقه الحيوان. غاب العسكري شويه ورجع ومعاه القرد، قال له رجعت بيه تاني ليه؟ قال وديته على حديقه. اوديه تاني فين؟ على الملاهي.
وحصحي من النوم على زعيق وصوت، سأل الجيران ايه في ايه؟ قالوا له المية مسمومة. مراته صحيت سألته في ايه؟ قال لها مفيش حاجة، روح اشرب انت ونام. حرامي دخل بيت عشان يسرق، وهو بيفتش طلعت عليه صاحبة البيت وكانت تخينة قوي، مسكته ورمته على الارض وقعدت عليه وراحت تنادى على ابنها، واد يا محمد واد يا محمد انده ابوك من على القهوة. الحرامي قال لها بسرعة وحياة ابوك يا محمد. حمار عادي وحمار وحش عاملين مسابقة، بدأ السباق فالحمار العادي وقف، قالوا له ما بتجريش ليه؟ قال لهم والنعمة ما انا جاري الا لما تجيبوا لي ترنج زيي. واحد خلف 7 عيال سماهم 7 اب. واحد بيقول لمراته بتحبيني قد ايه؟ قالت له قد ما انت بتحبني. قال اه قلبك اسود قوي. واحد غبي مش جاله نوم، قام يدخن سيجارة، قعد يدور على كبريتة ولا عمل ايش، راح مطفي الشمعة ونام. واحد راح يشتري ساعة لها غالية اشترى 5 دقايق. واحد بلداتنا رجع من الحج سألوه كيف الحج والخدمات في السعودية، قال لهم والله كل حاجة تمام التمام وكتر خيرهم، قاموا بالواجب وزيادة، وأنا بنصح أي واحد عايز يحج ما يروحش غير السعودية.